بالنسبه للتموين راه كلشي المواد موجوده متوفره بكثره، ما كاينش شي مشكل. الاسعار مستقره بالمقارنه مع العام اللي فات، الاسعار ديال القطاني كلها مستقره، ما كاينش شي تغيير كثير، اسعار مصافعه. كاين هذا راه كاين ظرفيه هذه دوليه، تداعيات ديال حرب ديال اوكرانيا، تداعيات ديال جائحه كورونا، قلت التساقطات في المغرب، هادو كلهم عوامل ساهموا في ارتفاع. ولكن في هذا الاطار بان تعطات واحد التعليمات صارمه من عند السيد العامل باش تخرج واحد اللجان سواء محليه ولا مختلطه اقليميه، وهاد من ضمنهم هاد اللجنه اليوم اللي حنا بصدد القيام بها، بان اللجنه مختلطه كتكون بزاف المصالح العماله، ممثل السيد العامل، قسم اقتصادي، كاين حفظ الصحه، كاين قمع، كاين لونسا الحيوانيه والنباتيه، وكاين السلطه المحليه، وكنخدموا في واحد الاطار بان كل واحد يخدم حسب الاختصاصات ديالو. كنمشيو للمحلات، والغايه من هاد الجولات وهي قمع داك المضاربات الا كانت شي مضاربات، الادخار السري، وزرجر المخالفين. طبعا القوانين اللي عندنا اللي كنعملوا بها، كاين بزاف القوانين. ان هذه الجولات كنقوموا بها يوميا، عندنا 5 جولات في الاسبوع كنقوموا بها يوميا، هذه في اطار اللجنه الاقليميه. وعاد كاين لجان محليه اللي كترأسها ديال ترأسها السلطات المحليه، كيترأسوها كيقوموا تا هما بجولات سواء داخل المدينه ولا خارج في الاسواق الاسبوعيه ولا في النقاط اللي خارج الاقليم. فداخل الاقليم هاد الجولات كتمس جميع انحاء الاقليم. الاثمنه مناسبه. نعم. هاد العدس اللوبيا هادي 15 درهم بالتسخير. نعم. 15 بالتسخير. العدس هذا كندا 15 درهم، هذا ديال الميريكان 17 درهم. نعم. الفول 12 درهم. ما كاينش تغيير في الاسعار؟ لا والو، الزراعه هو كنبيعوه ب 145 ريال الكيلو حبوب. بالنسبه لهاد العمليه اللي تنقوموا بها تتجي اللي تتميز بحد هاد عمليه المراقبه اللي تتميز بحد الظروف الاقتصاديه صعبه على المستوى العالمي، اللي تيميزها هو ارتفاع الاسعار اللي مرتبط بمجموعه من العوامل، منها عامل اهم العوامل هي عامل الحرب الاوكرانيه الروسيه ونتائج اثار كورونا اللي خلفت واحد اثار على الاقتصاد العالمي، وخاصة فيما يخص ارتفاع الأسعار. بالنسبة للعمل ديال أشغال اللجنة الإقليمية المختلطة، تركزوا على مجموعة من العناصر. أهم عنصر هو تتبع حالة التموين بالإقليم، تنشوفوا واش كاين شي خصص في المواد، واش الوضعية متوفرة لجميع المواد متوفرة، خاصة المواد الأكثر استهلاكا. تنخبروا المصالح ديالنا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. كاين العامل الثاني هو تتبع حالة الأثمان، ليفوليسيون ديال البري، واش كاين، واش ستابل، واش كاين شي ارتفاع، واش كاين. تنحاولوا نعرفوا الأسباب، شنو هي مثلا الأسباب ديال هاد في اطار الابحاث اللي تقوم بها المراقبين التابعين للقسم. وكاين العامل الثالث وهو تنحاولوا تكون المتابعه بشكل مستمر للحفاظ على الشفافيه في المعامله التجاريه، وخاصه محاربه ظواهر الادخار السري والمضاربه اللي في المواد الغذائيه اللي تنتج عنها مجموعه من العوامل، منها ما تتلقاش المادة تتكون في السوق ولكن تتكون غالية، وتنديروا مذكرات في المصالح المعنية ديالنا. من العناصر الأخرى اللي تنقوموا بها وهي تحرير داك المحاضر المخالفات وترسلوها للمحاكم المعنية طبقا للقوانين اللي تنخدموا بها، اللي هي قانون 114 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وقانون 131 وقانون 31.08 وقانون 87.15 المتعلق بمحاربة الأكلات البلاستيكية. وهذه تتم في إطار واحد لجنة إقليمية مختلطة تضم مجموعة من المصالح اللي تدخل في عملية التمويل والمراقبة، منها لونسا، منها التجارة، منها الصحة، منها المكاتب الصحية الجامعية اللي تابعة للجامعات، في إطار واحد اللجنة إقليمية مختلطة وبالتنسيق مع السلطات المحلية. لا تنديروها ديما، حنا العملية ديال المراقبة ديما، وإنما دابا في تسمى تعزيز وتكثيف، تنديروا رونفورسمون ديال هذه العملية ديال الكونترول، تتولي مستمرة وتتشمل الإقليم كله معززة، وكاع لي كوموندمون ديال الإقليم تنديروهم. أما العملية ديال المراقبة، لأن حنا عندنا مراقبين محلفين تيديروا المراقبة على طول السنة.